السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد الكيك رولي بجينوا سهله اقتصاديه والمكونات ديالها متوفره في البيت ديالك. تبعي معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفي طريقه التحضير والمكونات اللي غنحتاجها في الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. اول حاجه عندي 4 ديال البيضات من الحجم الكبير، من الافضل انهم يكونوا مخرجين من الثلاجه من قبل. عندي كاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، عندي جوج كيسان ديال الدقيق الفورس مع ساشي ديال خميره كيماويه 7 غرام مع قشور ديال الليمون او البرتقال. بالنسبه للكاس عبرت بكاس ديال العنب. اول حاجه غناخذ واحد البول غنديروا فيه دوك 4 ديال البيضات وغادي نطربوهم مزيان مع داك الكاس ديال سنيده و قشور ديال البرتقال. يمكن لكم ديروا ساشي ديال الفاني او قشور ديال الحامض، كيبقى اختياري. صافي كيف قلت لكم غادي نطربوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى نحصلوا على واحد الكريمه كثيفه، يعني تولي لنا كريمه بيضاء. كيف شفتوا معايا انا كنطرب والكريمه كتطلع معايا. هاد الجينواز البنات راه اقتصادية كيف قلت لكم، بدون حليب بدون زيت، ناجحة 100%. ان شاء الله غادي تولي واحد الجينواز معتمدة عندكم. صافي غادي نبقى نطرب الكريمة مزيان حتى تطلع ليا. بالنسبة للقشور ديال البرتقال عطا واحد لوكو زوين في هاد الجينواز، جات لذيذة. صافي كنحصل على كريمه بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، غادي نحاول انني ندير داك الكيس ديال الخميره وسط داك الدقيق ونخلطو مع بعضهم. صافي نبدا نضيف الدقيق ديالي في الخليط، انا كنضيف الدقيق وفي نفس الوقت كنخلط بالطراب، يعني ما نوقفوش الخليط بالطراب حتى نكمل الدقيق اللي عندنا كامل. انتي كتضيفي وفي نفس الوقت كتخلطي. صافي البنات هذا هو الخليط ديالي. كنحصل على عجينه القوام ديالها بهذا الشكل هذا، كتجي شي شويه ثقيله، يعني ماشي بحال الجينواز الاخرين يعني خفيفه، كتجينا شي شويه جينواز ثقيله بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي ناخذ اللاطة اللي غادي ندير فيها الجينواز ديالي. يمكن لكم تستعملوا الاطار او لا ديروا غير هكا اللاطة ديالي كيف ما درت انا، ديروا فيها ورق المطبخ بهذا الشكل هذا وتثبتوه من الجناب. صافي كتبداي تخوي الخليط، كنحاولوا اننا نوزعوا داك الخليط على اللاطة كامله بشكل متساوي باش تجينا جينواز مقاده، يعني ماشي تجيك جهه رقيقه وجهه غليظه، لا ضروري توزعيها بشكل متساوي بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا هي ثقيله ولكن حنا كنوزعوها، كنحاولوا اننا نوزعوها على البلاطه كامله. صافي هنا من بعد ما وزعتها بشكل متساوي كيف قلت لكم غادي ندخلها للفرن اللي كيكون سخون من قبل، كنشعل عليها من الفوق ومن التحت، كنخليها ما بين 14 حتى 15 دقيقه طيب من الفوق ومن التحت. صافي هنا غادي نجي نوجد الكريمه ديالي. عندي علبه ديال الكريم شونتي مع كاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب من الافضل انه يكون بارد من قبل. صافي غادي ناخذ المكونات ونوضعهم في واحد البول وغادي نبدا نطرب الكريمه ديالي حتى تطلع، يعني نحصل على كريمه كثيفه كيف ما كتشوفوا كتوجد بهذا الشكل هذا. صافي ها هي الجينواز ديالي من بعد ما كنخرجها من الفران. كيف قلت لكم ضروري الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت باش دغيا طيب لكم وما تجيش قاصحه. ناخذ واحد الورق ونديرها من الفوق ديال الجينواز باش نقلبها. كيف شفتوا انا شدت لي واحد شويه من التحت. صافي دابا كنحيد عليه هذاك الورق المطبخ اللي درتها فيه، كيتحيد بسهوله يعني ما كيتلصقش ولو اننا ما دهناش من قبل. كيف شفتوا البنات الجينواز كتجي على هذا الشكل هذه،
يعني كتجينا طبقة مغليضاش ومرقيقاش وكتجي رطبة بزاف عندنا. بالنسبة للكريمة دخلتها للثلاجة على بال ما خرجت الجينواز من الفران. دابا غادي نبدا ندهنها، يعني نوزع ديك الكريمة على الجينواز ديالي كاملة من الوسط ومن الجوانب. بالنسبة للجينواز إلى لقيتوا ان الجناب ديالها قاصحين فحيدوهم، يعني حيدوا دوك الجوانب اللي يجوكم قاصحين بالموس، عاد تبداو تمونطيو في الحلوة ديالكم. صافي انا غادي نوزع الكريمة ديالي بشكل متساوي. بالنسبه للجينواز رانا ما سقيتهاش لانها كتجي رطبه، لان ماشي اول مره غادي نجربها كتجي رطبه، يعني ماشي واخا ما نسقيوهاش بالحليب او بالسيرو كتجي مزيانه. صافي دابا غادي نحاول انني نديمو ليها، يعني نرول الكيك ديالي. ها هي كترول معانا بسهوله، للاسف تقطع لي المقطع هنا، كان جاني واحد الاتصال ومشى لي المقطع. مهم كنرولي الكيك ديالي وفي نفس الوقت كنحاول انني نزير باش نروليها. صافي دابا من بعد ما تجمعات كنحاول انني نخلي نجمع عليها داك ورق المطبخ من الجناب مزيان باش تشد فيها الكريمه وتبقى قطريه في راسها. ناخذ شي زيف هكايا ديال شي توب هكا كتغطو به الخبز ونغطي به داك الكيك ديالي وندخلها للثلاجه تبرد. نخليها ما بين 15 حتى 30 دقيقه مزيان، قد ما خليناها مزيان كتبرد تشد في راسها وكتشد فيها ديك الكريمه ديالها. هنا من بعد ما خرجت الجينواز ديالي ولا الكيك ديالي من الثلاجه غادي نبدا ندير ليها التزيين. التزيين كيبقى لنا اختياري وحسب المتوفر عندكم. انا غادي ندهنها بديك الكريمه اللي بقات عندي وغادي ندير ليها الشوكولات، يعني شوكولات اسود حكيته هكا في حكاك شويه مغليضه وغادي نزين به. كنوزعوا الكريمه على الكيك كامله من الجناب حتى كندهنوها كامله من الجوانب كيف شفتوا على هذا الشكل. صافي دابا غادي نبدا ندير داك الشوكولات ديالي من الفوق. تزين البنات راه كيبقى اختياري، ماشي ضروري تقيدوا بالوصفه كيف ما هي انا اللي عطيتكم. تزين كيبقى اختياري وحسب المتوفر عندكم. صافي انا غادي ندير داك الشوكولات كامل نزينها به. فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الجينواز اللي وجدت معكم اليوم او الكيك رولي. كيجي سهل ولدي بزاف البنات ورطب، اكيد ان شاء الله غيعجبكم وغيعجب حتى الوليدات ديالكم. وكيف قلت لكم التزيين كيبقى اختياري حسب المتوفر عندكم وشنو كيعجبكم وكيعجب الوليدات ديالكم. كتجي البنات لذيذة بزاف ورطبه. نتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم على لا فيديو وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. خليتكم في امان.